نعم، بالنسبة شيخ لموضوع الأوقاف والوصايا، خيرا. في جمعية إحياء التراث وزعنا منشور يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية، وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية كالصرف على طلبة العلم وبناء المدارس وإلى آخره. وطبعا دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات أموال الزكاة وأموال الزكاة. السؤال له شقين. بالنسبة لأموال الزكاة، هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟ هذا تكرار لما سبق، بارك الله فيك. أنا أعرف هذا الشيء. طيب، إذا ما وراء لك ما وراء. طيب، إذا لموضوع الصدقات. كيف؟ إذا الزكاة طبعا حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقد الفقراء. طيب، بالنسبة لموضوع الصدقات، أنا أقترح قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام. نعم. لازم يكون عندكم فصل، عندكم صندوقين. من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه للمستحقين للزكاة ممن نص عليهم في القرآن الكريم. والصندوق الثاني الصدقات العامة. إذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله. والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات. هو يقول ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملا، أن ينشر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولا، ثم أنهم إذا أعطوا صدقة يوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطي الزكاة وضع في صندوق الزكاة. بلا شك يعني في العالم الإسلامي ما يرضي وما لا يرضي، ما يصح وما لا يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا ومن لا يوافقنا. فقد يكون هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أنه في هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وصرفها صرفا لا أراه أنا مشروعا، حينئذ ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن تشح بمالي نفسي فلا أخرج زكاة مطلقا لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف صرفا ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك. فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يشجعني ويشجع أمثالي أنا أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق، صندوق الزكاة، لأنه سيسلم للفقراء يدا بيد. يعني هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبصير بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم، مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له. نعم، على السنة.